انا جيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبيب قلبي؟ وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبيب قلبي هعمل لكم ماسك نتيجته فوريه من اول مره، ومن اول استخدام هتلاحظي نتيجه هايله. هتلاحظي بياض، هتلاحظي رطوبه، هتلاحظي نعومه، هتلاحظي كل حاجه جميله في وشك. هتشوفيها ما شاء الله، هتلاقي وشك منور كده ومن اول مره. يعني هتحطيه وهتغسليه ما شاء الله. ده انا بسميه الماسك السحري. انا كنت رايحه اعمله بصراحه، جه في بالي ان انا اصوره لكم واوريه لكم عشان نعمله سوا. يلا بينا. مكوناته بسيطه جدا جدا وعندنا ان شاء الله متوفره. يلا بينا هقول لكم هو ايه. بصوا يا حبايب قلبي، هنجيب بقى كده طبعا اي حاجه كده عندنا. المكون الاساسي معايا هو الرز المطحون اهو. طبعا انا بطحن منه كميه كبيره وبشيلها، ممكن انت تطحني حبه كده وتحطيهم في برطمان. انا عاوز مثلا ايه، معلقه على قد الوش، يعني مش عايزه كتير، يعني انا عايزه معلقه على قد وشي مثلا. لو في حد بقى هيعمل معاكي ممكن تخليهم معلقتين كده. هعوز حاجه تانية معايا. المكون التاني هو كريم بانسينول اهو. بصوا اي نوع، ده او ده، يعني ده متوفر معاكي مفيش مشكله، ده متوفر مفيش مشكله. انا بصراحه بحب ده جدا جدا. ماشي يا حبيبه قلبي يا قمرايه، طبعا ده او ده ما فيش اي مشكله منه. انا بحب ده اكتر، يعني ده بحس نتيجته هايله جدا. طبعا احنا عارفين ان بنسينول ملك الترطيب، بيرطب الوش جدا جدا، بيرطب البشره وبيفتحها، بيخليها بيفتحها كتير صراحه. وبيشيل منها كل التصبغات اللي في الجلد، وبيحافظ لنا كده على الرطوبه، والرطوبه اللي المفروض تبقى موجوده في البشره، وبيحافظ على الكولاجين كمان يعني على فكره. فهو جميل جدا جدا. احنا هناخد منه معلقه يا من دايما ده زي ما اتفقنا اهوت. اهو كده قيمه معلقه كبيره كده يعني. ماشي. هعوز مكون ثالث معايا وهو كبسوله فيتامين ه، كبسوله اللي هي الكباسيل بتاعتنا دي اللي بنجيبها. طبعا لو دي معايا 1000، انا هحط منها واحده. لو عندك ال 400 ممكن تحطي منها 2. الكبسول ده هايل جدا جدا طبعا للبشره، هايل في جميع الفيتامينات اللي البشره محتاجاها، بالذات احنا في فصل الشتاء ومحتاجين كل الترطيب، محتاجين كل الغذاء لبشرتنا، لاننا مفتقرين لشرب الميه اهو كده. نبتدي بقى نقلبهم كويس كده مع بعض. بص يا حبيبه قلبي، انا طبعا اضطريت ان انا احط عليه حته كريمه كمان، لان الرز اللي انا حطيته طلع يعني كتير شويه اهوت، وهو هيغلبنا بس شويه في التقليب، لكن هو ما شاء الله لم بسرعه اهو. ممكن بقى لو عندنا حبه عسل، لو عندنا قصدي عسل ابيض، نحط عليه سنه صغيره قوي. ثواني، انا عايزه يعني ايه عليه، يعني نص معلقه كده، حاجه صغيره قوي طبعا اهو. بسم الله. بس كده عشان يبقى معانا ماسك متكامل من كل حاجة اهو. بقى كده معانا ماسك بقى مكون طبعا من الرز ملك التبييض والبنسينول ملك الترطيب، كلهم صراحة ملاك النهاردة معايا في الماسك ده. ومعايا العسل طبعا لا غنى عنه، وكلنا يعني هو مش محتاج ان هو يتعرف بيعمل ايه في البشرة اهو. بقى كده معايا الماسك بتاعي بتاع النهاردة اهو يا حبيبة قلبي. ده بقى هتعملي ايه؟ تغسلي الاول البشرة كده من كل اي كريمات فيها، اي زيوت، اي حاجة، لازم تبقى نظيفة، بشرة نظيفة جدا ما فيهاش اي حاجة. وتروحي فردالي الماسك ده كده على البشرة لمدة 10 دقايق. تمام اتفقنا؟ 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير. ماشي. هتحسي بقى ان من اول مرة، واخليهم ربع ساعة تمام، هتحسي من اول مرة ان النتيجة بتاعته باينة فوري كده، فوري. وعلى فكرة لو مفيش عسل مفيش مشكلة، حطيلي كريم بانسينول على معلقة رز مطحون، يعني خلي المعلقة تكون قليلة شوية عشان الكريم البانسينول، وحطيلي كبسولة فيتامين. لو عندك 400 حطي 2، لو عندك 1000 خلي واحدة. تمام.
هتفرديه على وشك لمدة ربع ساعة، وبعد كده هتفركيه بقى بحركة دائرية كده، تفركيه كويس اوي بحركة دائرية بحركة دائرية، علشان لو في رز صودا هتشيليها. لازم تحاولي ان انت تفركي وانتي بتغسليه، وان قبل ما تغسليه تفركيه كويس اوي بحركة دائرية كده، دائرية بالراحة بالراحة، علشان لو في رز صودا او في اي حاجة في البشرة، في تصبغات فيه، بان هو بيعالج الكلف والنمش اللي في البشرة. بيعمل حاجات جميلة جدا جدا في البشرة، هتلاحظي مفعوله من اول مرة. وبعد كده هتغسليه بميه فاتره عادي خالص بتاعتك، وبعدين تروحي منشفه بشرتك، وتروحي جايبه ميه ورد بقطنه، وتمشي كده ايه على البشره بس كده، بحيث ان انت ايه تقفلي المسام بتاعتها لو مفتوحه، عشان لما بيبقى فيه روز سودا وبنشيلها باي حاجه بنحطها عليها، المسام تحتيها بتفضل مفتوحه، فعشان ما تكونش تاني اتربه وحاجات تاني تعمل لك روز سودا تانيه، يبقى لازم تقفلي البشره. اتفقنا؟ يبقى تغسلي لي بشرتك كويس، وبعد ده تروحي قافله البشره كويس او بميه ورد. لو ما فيش ميه ورد يبقى حاجه اسمها اللي هو اسمه التلج، اسف ده لو ما فيش يعني ميه ورد، بتجيبي مكعب تلج وتمشي على بشرتك، تمام؟ ده اللي بيقفل المسام. لكن عشان احنا في الساقعه بنقوم ميه الورد، طبعا احنا مش هنستحمل التلج على وشنا. اتفقنا كده؟ وهتشوفي النتيجه من اول استخدام ان شاء الله. ومتنسونيش بقى في اللايك، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وفي ناس كتير قوي بتشتكي لي ان انا قناه يعني اشعاراتي مش بتوصل لهم، لان هم بيبقوا طالبين مني وصفات وبيفكروا ان انا ما عملتهاش. قلت لهم والله انا شغاله كل يوم الحمد لله، بس تقريبا كده ان انتوا يا ما فعلتوش الجرس، يا اما المفروض انتوا تلغوا الاشتراك وتشتركوا معايا من جديد وتفعلوا الجرس من جديد، لان كلنا بنعاني من الحته دي، كل اصحاب القنوات بيعانوا منها بصراحه. فيلا اسيبكم على خير، وجربوا الماسك ده وعلى ضمانتي، او ما تجربوهوش هزعل منكم وهتندموا والله، لان هو صراحه ماسك ما شاء الله عليه. انا عن نفسي رايحه حالا حالا هغسل وشي وهحطه، تمام؟ انا كنت اصلا جايه اعمله، فجت لي فكره كده ان انا اوريه لكم. انا بعمل الحاجات دي على طول، طبعا بعمل كل يوم يعني كل يومين ثلاثه كده لازم اعمل ماسك في وشي، بالذات عشان احنا في الشتاء. فان شاء الله باذن الله جربوه معايا كده، ويلا قوموا كده حلوين اعملوه معايا دلوقتي، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.